السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتطرق إلى تمارين حول التكاملات الثنائية والثلاثية. أولا نبدأ بهذا المثال البسيط، المثال الأول في البداية للتكاملات الثنائية والثلاثية. لدينا هذا المثال كما تلاحظون هنا، المعطى اللي هو كما تلاحظون تكامل بالنسبة للدومين دي إيكغيك إكسبونسيال 2 إكس زائد إيكغيك مربع على 1 زائد إكسبونسيال إكس دي إكس دي إيكغيك. مثال رائع في أفكار رائعة، لكن أولا هنا الدومين سهل، أعطينا لنا دومين من صفر صفر واحد، هنا صفر اثنان. واضح الأمر، دائما الذي يكون مكتوب في الأول هو إكس والمكتوب في الثاني هو إيكغيك. لماذا قلنا تكامل ثنائي؟ معناه ماذا؟ معناه حدود التكامل بالنسبة للإكس ما هي؟ هي صفر واحد لأنه هو الأول، والحدود التكامل بالنسبة للإيكغيك اللي هي صفر واثنان. هنا التكامل أي يمكن التفرقة، كيف ذلك؟ إذا تابعوا معنا، هذا التكامل هو نفسه هذا التكامل. لماذا؟ وضعنا الإكس في جهة والطرف في جهة، المضروب الخاص العبارة المكتوبة بإكس على جهة والعبارة المكتوبة بإيكغيك على جهة بأسهل ما يمكن. إذا هنا لماذا وضعنا إكس كل مربع؟ لماذا؟ لأن الإكسبونسيال 2 إكس تساوي إكسبونسيال إكس الكل مربع. واضح هذا الأمر؟ نعم، هذا التكامل. إذا سنواصل حل هذا التكامل بهذه الطريقة، نفرق التكامل، وكما تلاحظون وضعنا الحدود بالنسبة لإكس والحدود بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى إيكغيك. الآن نواصل الحل، والحل يكون بهذا الشكل. إذا ماذا وضعنا هنا؟ شونجمون فاريابل الذي درستموه في السنة الأولى، وضعنا ليكسبونسيال دو إكس ماذا يساوي؟ يساوي تي. واضح هذا الأمر، لكن الحدود تتغير. لماذا؟ لأن هنا ماذا لدينا؟ لدينا أو، وهنا لدينا صفر، معناها ماذا؟ معنى ليكسبونسيال إكس يساوي صفر. معناه ماذا؟ معنى تي ماذا يساوي؟ إكسبونسيال إكس يساوي هنا ماذا نضع بالنسبة لبورد؟ هنا نضع بالنسبة إلى صفر، صفر هنا ماذا لدينا؟ قلنا إكسبونسيال إكس تساوي تي، تي كم إكس كم يساوي هنا؟ يساوي صفر، معناها الإكسبونسيال صفر، الإكسبونسيال صفر ماذا يساوي؟ يساوي واحد. وهنا بالنسبة الأول الإكسبونسيال واحد ماذا يساوي؟ يساوي أو. لهذا وضعنا في طرفي التكامل بهذا الشكل. واضح هذا الأمر؟ فقد قمنا بتطبيق قواعد شونجمون فاريابل. إذا التكامل أصبح الآن سهل، هذا التكامل يمكن حسابته بكل بطريقة سهلة. كيف نحسب هذا التكامل؟ هذا التكامل كيف نتابعه معنا هنا؟ التكامل يحسب بهذه الطريقة. ماذا لدينا؟ لدينا تي على واحد زائد تي ماذا يساوي؟ هو يساوي هذا تي ناقص ألان واحد زائد تي من واحد إلى أو، وهذا التكامل الثاني الإكسبونسيال إيكغيك مربع على اثنين من صفر إلى اثنان. هذا التكامل سهل. لماذا؟ لأن مشتق الإكسبونسيال إيكغيك مربع على اثنان، مشتق تاعو ما هو؟ هو إيكغيك الإكسبونسيال إيكغيك مربع. لما نشتق هذا الجزء سنجد هذا التكامل. نوظف قواعد التكامل لأنه هو مكتوب من هذا الشكل، مكتوب من الشكل إي بريم في إي أس أن، الموجود ما داخله، الموجود ما داخل، ليس هذه القاعدة، الموجود ما داخل. واضح الآن، طبقنا هذه القاعدة. الآن نبدأ إلى هذا التكامل. التكامل يمكن كتابته بهذا الشكل، تي زائد واحد ناقص واحد على واحد زائد تي، واحد زائد تي. ونلاحظ يمكن تفرقة هذا التكامل بالنسبة إلى ناقص. كيف يصبح؟ يصبح تي زائد واحد على تي زائد واحد ناقص ماذا؟ واحد على واحد زائد تي. وهذا التكامل الشهير اللي هو ما هو؟ ألان واحد زائد تي، وهذا يساوي واحد، وتكامل واحد ما هو؟ هو تي، ونعوض بواحد، وفي الأخير نجد النتيجة بهذه الطريقة. نجد تساوي واحد على اثنان في ماذا؟ في أو ناقص واحد ناقص ألان واحد زائد أو على اثنان في ماذا؟ في إكسبونسيال أربعة ناقص واحد. بعد التعلم نعوض باثنان وصفر نجد إكسبونسيال أربعة ناقص واحد، وهنا لما نعوض ب واحد نجد هذه العبارة. نلاحظ أن واحد على اثنين هي الذي قمنا بإخراجها هنا. إذا شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.